بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. واليوم إن شاء الله من الآية 22 إلى الآية 35 من سورة القيامة. وسورة القيامة سميت باسمها صراحة، أي باسم يوم القيامة. وأسماء يوم القيامة في القرآن الكريم كثيرة ومتعددة، فهو يوم الدين، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم الحاقة، ويوم الرجفة، ويوم الدين، ويوم الساعة، ويوم الحساب. في هذه الآيات التي معنا إن شاء الله سنتلوها على حضراتكم بعد قليل، سكتة. وعدد السكتات في القرآن الكريم 4. في سورة الكهف السكتة الأولى عند قوله عوجا قيما على ألف عوجا، كذلك على ألف مرقدنا في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والسكتة التي معنا في الآيات التي سنقرأها على حضراتكم بعد قليل، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، سكتة لطيفة بدون تنفس. وآخر السكتات في القرآن الكريم في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم، على اللام. والسكتة هذه كما قلنا بدون تنفس. للذي يقرأ بتوسط المنفصل ليس له إلا السكت، ولكن الذي يقرأ مثلي بقصر المنفصل له أن يسكت وله ألا يسكت، يعني له الوجهان، يعني يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وله أن يقول أيضا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني يسكت بدون تنفس. هذه السكتات في القرآن الكريم 4 التي ذكرناها لحضراتكم. وأرجو قبل أن نقرأ على حضراتكم وقبل أن نستمع إلى حضراتكم، التلفاز يبقى صوته على الآخر، آخر حاجة، آخر درجة. ليه؟ علشان يبقى الاتصال من السماعة ويبقى مفيد ويبقى مثمر، تسمعك نسمعك وتسمعني. جزاكم الله خيرا، وإليكم التلاوة للآيات التي معنا في هذا اليوم المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. صدق الله العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الوجوه الناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
معانا اول اتصال من معتصم ومودة، تفضل يا معتصم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة أن يفعل بها فاكرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والت الساق إلى رب يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى كذب وتولى. طيب يا معتصم حاول تتواصل معنا مرة أخرى، أنت صوتك جميل وأدائك جميل أنت ومودة وبتواظبوا معنا على الاتصال كل يوم، حاول مرة أخرى لأنه الاتصال كان فيه مشكلة. معنا مريم من المنوفية، تفضل يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا وبعدين ماما منى. ما فيش أي مشكلة خالص، تفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا مريم، بس خلي بالك من الأحكام بعد كده، ما رضيتش أوقفك في النص علشان ما عطلش التلاوة، لكن خلي بالك من القلقلة اللي بتبقى باينة أو في آخر الكلام، زي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، كل دي قلقلة واضحة وبينة جدا، خلي بالك منها وخلي بالك من بعض الأحكام الأخرى يا مريم، جزاك الله خيرا. مين اللي عايز يقرأ عندك؟ منى. طيب تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يفعل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيكم يا أهل القرآن. معنا إسراء من الوادي الجديد، تفضل يا إسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى
ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك ما شاء الله. حبيبة من سوهاج اتفضلي يا حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ يا شيخ؟ ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة. في واو يا حبيبة خلي بالك. ووجوه ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا حبيبة. بس خلي بالك لما ما توقفيش على السكتة تقولي من راق، ما تقوليش من راق. من راق لو ما وقفتيش على السكتة، ولو وقفت تقولي من راق. بارك الله في أهل القرآن جميعا. معانا نادية من القليوبية، تفضلي يا نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. يفعل يفعل بها فاقرة. يفعل يفعل. تظن أن يفعل بها لا فاقرة. اللام مفتوحة. يفعل. تظن أن يفعل. يفعل بها لا. فاقرة. معلش. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. أولى لك. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. شكرا يا حاجة نادية. وخلي بالك من يفعل. تظن أن يفعل بها فاقرة. يفعل. اللام مفتوحة. جزاك الله خيرا. معانا الحاجة جمالات أم عصام اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا أم عصام، والنهاردة ما شاء الله القراءة طويلة، هي عوضت كمان المرة اللي فاتت ما لحقتيش يعني نسمعك فيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا أهل القرآن. معنا الآن محمود وزينب من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناضرة. وجوه وجوه لا مش هي هي وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ. بصي هو التنوين بالضم. حاضر. فبنقول وجوه. طيب حاضر. مش عايزين نبين الإظهار لأنه ده مش إظهار، ده إدغام بغنة. فبنقول ايه؟ وجوه هي يومئذ. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ايوه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل ما تخطفيش ما تخطفيش ما تخطفيش. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا حاجة زينب. برضو حاولي ما تخطفيش، تدي الحرف حقه، يعني ما نقولش أولى لك فأولى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كل حرف له وقت له زمن. لا ممكن نسمع محمود. حاضر بس لحظة كده معلش. محمود بعيد عن التليفون. طيب بالراحة عليه. برضو احنا يعني بنشكر اهل القرآن اللي هم بيتواصلوا معانا، وبنشكرهم جميعا كمان على اهتمامهم بتحسين التلاوة يوم بعد يوم، لانه البرنامج اصلا بيهدف الى تحسين التلاوة وترتيل القرآن الكريم. جزاكم الله خير. امينة من بني سويف، تفضلي يا امينة. السلام عليكم. تفضلي. سلام الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. خلي بالك يا أمينة، يفعل بها تظن أن يفعل تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله في أهل القرآن وفي كل الحريصين أن يتصلوا على البرنامج لتلاوة القرآن. معنا شهد من الفيوم، تفضلي يا شهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ يا عم الشيخ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجوه لا مفيش واو، الأولانية ما فيهاش واو. وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق. لا وظن أنه الفراق.
وظن أنه الفراق. لا، الفاء مكسورة مش مضمومة، ما نقولش الفراق، الفي، الفراق. الفراق. نعم. والتفت. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. 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 أولى لك فأولى. ما فيش مد هنا. أولى لك فأولى، مد طبيعي. أولى لك. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا شاهد. حبيبة معانا من الإسكندرية، تفضلي يا حبيبة. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضوء ووجوه يومئذ ناظرة. لا، مفيش واو في الأولى يا حبيبة. ناظرة. حبيبة معلية التلفزيون مش سمعانا. مفيش واو في الأولانية. ويريد توطي التلفزيون عشان الاتصال يبقى مفيد. يومئذ ناظرة. ألو؟ وطي التلفزيون علشان يبقى الاتصال مفيد يا حبيبة، واسمعينا وقولي على طول، ابدأ يلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باخرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا حبيبة، ما شاء الله تلاوة طيبة. معنا ميرفت من الغربية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا أستاذة ميرفت. معنا سهى من القاهرة. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن إنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يا حاجة سهى. أيوة. قولي ورايا من أول والتفت الساق، أو يعني من أول. ووجوه يومئذ باسرة يعني تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. قولي ورايا. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق.
إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ المساق. خلي بالك أنا ما طولتش في ربك، ما قلتش ربك. إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا حاجة سهى، ودايما معانا إن شاء الله بتتصل بينا، وكل يوم هنتحسن بإذن الله في التلاوة لغاية ما نبقى إن شاء الله مع السفرة الكرام البررة إن شاء الله، اللي قالهم عنهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إن شاء الله يجعلنا وإياكم كلنا بإذن الله مع السفرة الكرام البررة. فاصل قصير ونواصل بعده الحلقة، فكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وبعد، فمع برنامجكم ومعنا اتصال عطيات من القاهرة. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حاجة عطيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. أيوة. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. ما شاء الله يا حاج عطيات، جزاك الله خيرا، تلاوة طيبة وأحكام، بارك الله فيكم جميعا. محمد الغربية تفضل. يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من. خلي بالك يا محمد، خلي بالك. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
بارك الله فيك يا محمد، ان شاء الله جزاك الله خيرا على هذه التلاوه، بتذكرنا بالمتقن المصري فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، ما شاء الله. معنا محمود من البحيرة، اتفضل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كل سنة حضرتك طيب. بارك الله فيكم وحضراتكم بخير جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا محمود، جزاك الله خيرا. حاجة سهام من الجيزة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا حجة سهام، ما شاء الله تلاوة طيبة وأحكام طيبة. معنا لارا من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إذا ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ما شاء الله يا لارا، بس سريعة قوي. المرة الجاية عايز أسمعك بتقري بالأحكام، ما فيش ولا حكم يعدي، أنت ما ذكرتيش ولا حكم من الأحكام. يعني عندنا أحكام كتيرة، أحكام غنة كتير عدت عليك يا لارا، زي أحكام الإدغام بغنة والإخفاء وطبعا المد، كل ده احنا عايزينه منك المرة الجاية إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معانا مأمون من الجيزة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا قبل ما اقرا انا بحب بس اقول حاجه، ان انا كنت دايما بتشرف ان انا كنت بصلي ورا حضرتك في مسجد النور زمان، وكنت من الناس بامانه اللي اتعلمت من حضرتك كتير جدا جدا، سواء في خطبه الجمعه بارك او في صلاه التراويح او في جميع الصلوات. جزاك الله خير. ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ. بارك الله فيك، اتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا مأمون وبارك الله في أهل القرآن جميعا. معنا محمد من القاهرة، تفضل يا محمد. كده صوت التلفزيون عالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. آهن يا محمد على الأداء الجميل ده والصوت الجميل ده لو كانت الأحكام موجودة، يعني لو أنت تعرف الأحكام وما قريتش بالأحكام بالأداء الجميل ده يا محمد أنا هزعل منك المرة الجاية، لانه الاداء الجميل ده والاحكام الجميله دي ابو الاداء الجميل والصوت الجميل ده محتاج احكام، والاحكام اهم يا محمد، الاحكام اهم من الصوت. بارك الله فيك يا محمد. معانا ماري من اسكندريه، اتفضلي يا ماري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله في مريم وبارك الله في أهل القرآن جميعا. معنا سنية من الشرقية، تفضلي. نوطي الصوت، نوطي الصوت، نوطي الصوت يا حاجة لو سمحت، واسمعيني من السماعة وابدأ. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. بارك الله فيك يا حجة سنية، ما شاء الله، ده أنت جبت الصورة الأخيرة أهو، وإحنا سايبين كتير عشان قرايتك حلوة وأحكامك جميلة. ربنا ينفع بيك إن شاء الله ويتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما محمد اللي عجبني صوته النهاردة ده أنا يعني أنا أتمنى يقرأ بالأحكام علشان خاطر يعني علماءنا كمان قالوا
والأخذ بالتجويد حتم لازم، حتم لازم، لازم يا محمد. ربنا يجازيكم كل خير جميعا يا أهل القرآن، وربنا ينفع بيكم. وترتيل القرآن ده ربنا أمر به، قال لنا ورتل القرآن ترتيلا، في شخص مين؟ ده في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا فاطمة من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فاطمة عندك عندك فكرة عن الأحكام؟ عشان أنت كبيرة يعني وفاهمة، عندك فكرة عن الأحكام عارفاها؟ مش قوي يا شيخ. مش قوي، خلاص يبقى احنا هنسامحك، خلاص كملي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المتاق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بارك الله فيك يا فاطمة، كنا نتمنى إن احنا نسمع أحكام من فاطمة إن شاء الله. كتر الاتصال، تواصلي معانا واسمعينا كتير، واسمعي القرآن، واسمعي الشيخ محمود خليل الحصري في المصحف المعلم وهو بيقرأ كده، واحنا سمعنا محمد دلوقتي من الغربية تقريبا بيقلد الشيخ محمود خليل الحصري في قراءته بالأحكام الجميلة. وجوه يومئذ ناضرة، طبعا يومئذ ناضرة ده إدغام بغنة، وجوه ده إدغام بغنة برضو، ما ينفعش أقول وجوه يومئذ ناضرة، لا أقول ناضرة نا، لا مش نا نا. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ناظرة ما أقولش نا نا، لا ما فيش حاجة اسمها نا في القرآن خالص، ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، طبعا يومئذ باس ده تنوين بعد منه باء إقلاب، ولازم فيه غنة، الإقلاب فيه غنة حركتين. ووجوه يومئذ باسرة تظن أي تظن، النون هنا مشددة لازم تاخد حركتين غنة، تظن أي وأي ده إدغام بغنة حركتين برضو، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. شفت القلقلة في الآخر في القاف عاملة ازاي؟ فراق، ما ينفعش أقول الفراق، ما ينفعش الفراق أبدا، الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، كلنا راجعين لربنا، فلا صدق ولا صلى. طبعا ده من الوجوه اللي هي باسرة والعياذ بالله، التي لا تؤمن بالله ولا برسل الله ولا بالكتب التي أنزلها الله، واللي هي اللي احنا قلناها في الأول، وجوه يومئذ ناضرة دي الناس المؤمنة، والتانية ووجوه يومئذ باسرة دول اللي هم غير مؤمنين والعياذ بالله. عشان كده الآيات بتقول ايه؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، وأن يحفظنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يحفظ بلادنا، وأن ينصر جيشها، وأن يحفظ أمنها واستقرارها. جزاكم الله كل خير يا أهل القرآن، وحتى يتجدد معكم اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.